وقفة وهذا الإضراب تاع النهار هذا جا في واحد الظروف اللي كيعيشوها القطاع الصيدلي منذ سنين، منذ 10 سنوات، وحنا في نقاش مع الحكومات السابقة بدينا كنا زايدين في مع حكومة الوضي فين كان بروفيسور الوضي والحكومة اللي كان فيها بروفيسور أنس التكالي، ولقينا بعض الحلول لبعض المطالب ديالنا اللي هي مقبولة وفيها لا مزايدات حتى شي حاجة. مي فاش جات الحكومة الحالية وقبل من الحكومة الحالية من جا وزير الصحة الحالي تقفلوا الأبواب وما بقاش الإنصات وما كيتسنتولناش وما كيتسنتوش المشاكل ديالنا. الصيادلة اليوم صيادلة القاعدة هما اللي طالبوا بالإضراب، ماشي المركزيات النقابية اللي دفعوا الصيادلة باش يديروا، لأن عياو من الانتظارات، عياو من انتظار الحلول باش نخرجوا من هذه الازمه الاقتصاديه كنعيشوها منذ سنين. كاين القطاعات في المغرب اللي هما تبارك الله ما ناقصهم حتى شي خير، الحكومه كتواكبهم وكتعاونهم لا من الناحيه الضريبيه ولا من الناحيه الاقتصاديه. حنا عندنا حلول باش هاد الصيادله اللي هما كيلعبوا دور فعال، اللي هو الفضاء الصحي الاول اللي كيجي عليه المواطن، الفضاء الصحي الاول اللي كيتيق به المواطن. هذه راه دراسه المنظمه العالميه للصحه اللي داتها، حنا كنلعبوا دور فعال وحنا هنا باش نواكبوا المشاكل تاع المواطنين ونتنصحوا. كتعرفوا بان الفضاء اللي كيدخل ليه المواطن يمكن له يدخل ليه حتى 15 نوبات في النهار بدون بلا ما يخمم بلا حتى شي حاجه، وكنعاونهم كنديروا لهم لي كريدي، كنديروا لهم بزاف د الحوايج، كنلعبوا واحد الدور فعال. حنا بغينا يعترفوا لنا في المنظومه الصحيه بالدور اللي كنلعبوا، الدور الفعال اللي كنلعبوا، وباش يواكبوا معنا المشاكل ديالنا ويتصنتوا لنا ويجلسوا لنا في طبيعه الحوار، وما يبقاوش يقول لك بان كاين غير الهيئات ديالنا عندهم دي بريروغاتيف ديالهم، هي ما هو تشريعي وقانوني. المركزيات النقابيه كيناقشوا ما هو اقتصادي واجتماعي، وكما كتشوفوا اليوم كاين حوار اجتماعي تاع الحكومه الحاليه مع النقابات باش يهضروا على المشاكل تاع المواطنين المغاربه. ونفس الشيء حنا خاص كقطاع خاصهم يستقبلونا، الدستور كيطالب منهم باش يستقبلونا ويصنتوا لنا ويواكبوا معنا المشاكل، وهذا الشيء كله باش نكونوا في المستوى تاع التنظيم الصحي اللي حنا كنلعبوا الدور ديالنا، ما محتاجين حتى شي واحد، لان كندوروا نلعبوه بدور فعال، وهذا من راي المواطن المغربي. وحنا بغينا باش نكونوا دائما في المستوى تاع انتظارات تاع القطاع الصحه في المغرب وانتظارات المواطن المغربي. كاين بزاف تاع المشاكل، كاين الهيئات، بغينا جهويه الهيئات، كاين حق الاستبدال، كاين هامش الربح، كاين اليوم خاص تعرف لان فاش المجلس الاعلى للحسابات دار الدراسه ديالو وفيها مغالطات كبيره قارنا بدول اخرى، وداك الدول الاخرى الناس ما كيربحوش غير من هامش الربح، كيربحوا حق الاستبدال، كيديروا لا فاكسيناسيون تاع البالغين تاع لي زادولت، عندهم لا ريمونيراسيون، عندهم هامش الربح في الحراسه، عندهم هامش الربح في لي تيست اللي كيديروا، يعني كيربحوا اكثر من هامش الربح ب 70 ل 90%. يعني اليوم فاش دير واحد البنش ماركينغ ودير مقارنه مع الدول هذه، تشوفها على الضوء الصيدلي ككل، وشنو فاش كيربح في الصيدليه ديالو. حنا اليوم ما كنطالبوش بهذا الشيء كله، لان عارفين بان المواطنين ما عندهمش الامكانيات باش يخلصوا، ولكن لي كيس دو سيكوريتي سوسيال، لا سي ان اس اس ولا كنوبس، وداك الشيء في الدول الاخرى هما اللي كيخلصوا الصيادله باش يديروا باش يلعبوا هذا الدور ديالهم. يعني اليوم خصنا نجلسوا مع هاد الناس كاملين ويسمعوا لنا ونحاولوا نلقاو حلول، وهذا الشيء كله في صالح المريض وفي صالح الصحه. الوزاره اللي جات جديده ما عمرها ما تصنتات للصيادله، وخصوصا دابا كاينه واحد كيف ما كنقولوا ديك النقطه اللي كي ديبوردي لو فاز، انهم عطاو مغالطات في النسبه اللي كيتقاداها الصيدلي على الادويه اللي هي بين كيقولوا 57 حتى 47%، وهذا غلط. فإلى حسبنا المتوسط فهو 27%، ولا حيدنا منه جميع لي شارج ديال الصيدلي والضرائب كتبقى له غير 8 حتى 10، وهو المدخل الوحيد ديال الصيدلي. فهنايا حنا 12000 صيدليه في المغرب اللي كتستقبل يوميا المواطن والمريض المغربي، فاكثريه منا 3000 ولا اكثر على هامش الافلاس، فهاد النسبه راه ما قادراش تعيشو تيخلص بها الضرائب. واللي بغينا نعرفو بان بغيت المواطن يعرف هاد النسبه ما كايناش كيف ما قلت لكم، وباننا ما يمكن ليناش يقارنونا وكيقولوا هاد النسبه مع الدول الاخرى راه حنايا اكثر منهم، لان الدول الاخرى ولا علاقه عندهم. ملي كيكون توصلهم واحد الوصفه طبيه كيتقادوا عليها 6 اورو، هولندا، البلجيكا، الاسبان، هذا كاينين ملي كتكون كيبيع واحد لابواط اوستي تيتقادى 5 6 اورو، على لاكت فارماسيوتيك تيتقادى
هذا عطينو لا فاكسيناسيون فاكسان د لا غريب عطينو لي تيست ملي كان تيست دو كوفيد اذا كاينه واحد المكانه عند الصيدلي لي كيس سيفير سيفري كو المواطن كيجيب لا كارت ديالو فيتال تيخلص واحد النسبه ولكن الصندوق تيخلص المباقي للصيدلي اذا هذاك هو لك المدخل ملي ولكن حنا في المغرب راه هذيك النسبه القليله هي اللي كتكون والادويه الله يخليكم ملي كتفوت 500 درهم ما كنبقاوش نهضروا على هذه النسبه ملي كتفوت 1000 درهم راه كتولي غير ب 100 درهم بلافون واخا الدواء يسوى 20000 درهم 30000 50000 10 المليون راه كياخذ غير ب 100 درهم غير ب 100 حنا غير كنتسخروا ماشي مشكل ولكن فين علاش ما هبطوش ثمن هذه الادويه علاش هذه المارج الكبيره كتمشي للمصنع هاد تي 3 و تي 4 بغينا تنزل عليهم الاعفاءات الضريبيه بغينا اعفاءات ضريبيه وقت البيع الصيادله شحال واحد مسكين من الصيادله شحال هادي راه ما كانش كنشكروا جلاله الملك على التغطيه الصحيه كنتمناو بانها تحسن من هذه الوضعيه وصحه المواطن بهذه التغطيه ولكن راه مجموعه من الصيادله شحال هادي ما كانش عندهم التغطيه الصحيه ما عندهمش لا روتريت ديالهم وبانهم راهم على هامش الافلاس ملي تيكون كبر بغى يبيع الصيدليه خاصو كتدي الدوله واحد 38% ديال ثمن البيع راه ما يمكنش وما كاينش عندنا الحق ديال لا سوبستيتيسيون حنا قرينا يعني ممكن ان نتوصلوا بلوردونونس كيمكن لينا نعطيو البديل ديالو هذه كاينه في جميع الدول والمغرب ما عطيناش هذا الحق.